السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم بيني بالقرعة الحمراء على شكل ربطة عنق، كيجي لذيد وخفيف. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كناخدو 200 غرام تاع قرعة حمراء ونوضعها تسلق. منين كتسلق لينا القرعة كنخليو معها شوية تاع الماء، من بعد كنضغطو عليها بالفرشيطة ولا نطحنوها شوية. وهذا هو شكل القرعة من بعد ما طحنتها، كخصها تكون جارية شوية. ومباشرة وهي سخونة كنوضعوها في وعاء ونخليوها تدفى شوية. من بعد كنضيفوا لها نصف ملعقه صغيره نتاع الملح وملعقه كبيره نتاع سنيده وجوج معالق كبار نتاع زيت نباتيه. وكنضيفوا كذلك صفار تاع بيضه ونحركوا شويه. من بعد كنضيفوا ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز وكنحركوا مرة أخرى حتى تذوب لينا الخميرة. من بعد كناخدو 4 الكيسان تاع دقيق الفورس ونغربلوهم ونضيفوهم للخليط شوية بشوية وحنا كنحركو. وكنبقاو كنضيفو الدقيق حتى تجمع لينا العجينة وكيبقى على حسب الخليط. منين كنجمعو العجينة كندلكوها شوية. وهذا هو شكلها، كتكون مرخوفة شوية. كنغطيو العجينة ببابي سلوفان ونخليوها تخمى تقريبا نص ساعة. من بعد ما مرت نص ساعة وخملت لينا العجينة كنرشو سطح العمل بشوية تاع دقيق الفورس. كناخدو العجينة ونقطعوها على 8 قطع. وكنحاولو نعملو الكويرات متساويين.
وكان قادو الكويرات مزيان. كناخدو الكويرة ونسرحوها شوية بتلك وما ترقوهاش بزاف، خاصها تكون شوية غليظة. كناخدو العجينة ونوضعوها فوق قطعة تاع ورق الطبخ. من بعد كنقطعو العجينة كيف ما موضح ليكم. وكنعملوها على شكل ربطة العنق. وكنستمر بنفس الكيفية حتى ننتهيو من الكمية اللي عندنا. كناخدو زيت نباتية ونوضعوها تسخن، وخاص الزيت تكون شوية كتيرة باش يتحمر لينا البيني مزيان. من بعد كنوضعو البيني في الزيت ونخليوه تيشد راسو شوية. من بعد كنزولو ورق نتاع الطبخ وكنقلبوه غير بشوية ونخليوه حتى يتحمر. وكنستمر بنفس الكيفية حتى ننتهيو من الكمية اللي عندنا. وعند التقديم كنرشوه بسكر كلاصي.
وبألف صحة وراحة.